اللي حصل حصل، اللي وقع وقع، اللي وقع راه وقع. اذا زعلت انت ما راح تبدل شيء، ما راح تغير شيء، خلاص. عارف انا، بس يا اخي انا نفسي انه اقتنع، يعني اقتنع انه انا، انت مو مقتنع، انه انا اقتنع انه انت مو مقتنع، صافي. انت مقتنع بين بينك وبين حالك انك اديت حلو، انت مقتنع بين بينك وبين راسك، صافي. كفى انك مقتنع بين بينك وبين راسك، صافي. من القدام غادي تحرق راسك، ما تحرق حتى واحد، انا غادي تحرق راسك والتفكير ديالك وصحتك، صافي. حرام عليك خلص، انا بينك وبيني ما تفكرنيش. خلاص يا عم ما تضايقش. غاديك نزلت وسمعت الكلام، هذا اللي قهرني اكثر. هذا اللي قهرني اكثر، اللي قهرني اكثر انه يعني مو حاسس انه اي شيء في اي شيء، بس يعني انت حاسس انك ظلمت؟ ما حقول كذا يا اخي، بس انه المهم انك تشوف اغنيتك دابا وتركز عليها وتغني مزيان في البرايم، هذا هو المهم. صح، ما عليك الاغنيه اللي بغنيها. انت ما سمعتش اي حاجه من حاجات جوزيف؟ صح، سمعتش اغنيه جوزيف؟ لا، ما غنوا هذاك اليوم، غنوا اول دي اغنيه كلنا حب مكتر. دي اغنيه حزينه ولا اغنيه يعني اغنيه دراما؟ كم حسوا فينا بحبك بعد غيبي، بعد غيبي شتي اصفر، حبك وباين علي دغري بتقص عالية من هيك. وبخاف الخليفة يروح، واللكنة طبعا كلها لبناني. هاي ياخذها هدي، ياخذها مروان، والاخرى ياخذها رفيع. حيوطوها اكيد، حيوطوها ابدا ما يوطوها. فنان، هذا بقت الفنان مش هذا بقت. لو قفلت، لو قفلت ممكن يوطوها. يا عمي عالي عالي، مين هيغني لو هي عالية على كل الطلبة؟ مين هيغطوا؟ مين هيغني؟ يا جوزيف ويل ستار اكاديمي يعني. وبعدين على فكرة مش بتضر المغني، لان هي بتريحه اكتر يعني. انت بتوطيها وتوطيها نص توم ما بتفرقش معاه كتير، لان بتريحه اكتر. فاهم قصدي؟ يعني لايف مش كاستوديو، فاهم؟ لايف تكون موطية.